وسائل التواصل الاجتماعي هي بالنسبة إلي هي عبارة عن شيء دائم يراقبنا، ومش يعني بمعنى يراقب بمعنى جاسوس، يراقبنا بمعنى نحن دائما مطلوب منا أن نعرض حياتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، والآخرين يقيمون ويبدون الآراء ويطلقون الأحكام. يعني أنت دائما تظهر حياتك وأجزاء من حياتك على وسائل التواصل الاجتماعي، وبمعظم الأحيان برأسك وبخلفيتك ماذا سيقول الآخرون عني وماذا سيفهمون عني. منظهر علاقاتنا ومنبس الأفكار أو الصور اللي نعتبر حتكسبنا قبول الآخرين. قبل ما نفوت بفكرة وسائل التواصل الاجتماعي ودورها، في كاتب بيحضرني اسمه جون شيفر. جون شيفر كتب قصة بال 1947، أكثر من 70 سنة، سماها المذياع العظيم. تتحدث القصة ببساطة عن زوجين عايشين حياة سعيدة مقبولة هنية، زوجة اشتغل بشركة تأمينات، وزوجة عايشة بالبيت يعني مدبرة منزل بهذاك الوقت. بيحبوا الراديو، بيحبوا يسمعوا الموسيقى الكلاسيكية، عنده راديو صغير ظريف بيستمعوا كل مساء، بيقعدوا بياكلوا بيسمعوا الموسيقى. بيوم من الأيام بينتزع الراديو، فبيضطر زوج إيرين اللي هي البطلة القصة القصيرة هيدي إنه يروح يجيب راديو. فسميها المذياع العظيم لأنه الراديو كان كتير كبير للجو، من هودي الراديوات الكبيرة اللي هذاك الوقت. اللي بيصير إنه هالراديو بشكل أو بآخر بيقدر يلقط، يعني يتجسس بطريقة أخرى، على محادثات الحميمية عند الجيران. بالصدفة بتكتشف إيرين هي عم تلعب الحمد لله يعني ما في عندنا كتير جيل جديد، بس في الجيل بيعرف الراديو، بتقلب الراديو لطلقة الموجة اللي بدك إياها، بتكتشف إيرين إنه بتقدر تسمع محادثات جيرانها، بتعرف أسمائهم هي بس ما بتعرف حياتهم الخاصة. بتبلش تسمع مشاكلهم، حياتهم، قصصهم. ببلش الموضوع عند إيرين يتضح يوصل لفكرة الإدمان، فكرة الأوبسيشن، إنه أنا بدي أسمع لهم. تترك كل شيء، تترك أولادك، تترك شغلك، بدك تدور الراديو وتشوف شو عم بيصير مع جيرانك. ذكركم بشيء فيسبوك أو شيء حاليا. اللي بيصير بهالفكرة إنه مش بس صارت هي أوبسست أو مهووسة باللي عم بيصير حواليها، بصير تقارن نفسها بشكل أو بآخر بجيرانها. يدخل الشك إلى داخلها. هالمشاكل عم بيصير مع جيرانها. أنا وين؟ أنا وزوجي وين منهم؟ تهم حالة إنه هي أفضل من الآخرين طبعاً، وهي تملك أفكار وآليات أو مش أفكار، تملك قيم أفضل من الآخرين. She's better than everybody else. القصة تنتهي إنه كثر ما بتتجسس على جيرانها وتهمل زوجها، إنه زوجها آخر شيء بيواجهها بالحقيقة، إنه أنت منك أحلى من الآخرين، بل بالعكس أنت تملكين أيضاً نقاط الضعف، وأنا أيضاً أملك نقاط الضعف. القصة فيكم تقروها، اسمها The Enormous Radio، بس أنا استعملتها لأنه بال 1947 تحدث هذا الكاتب عن هالفكرة اللي هي بهذيك الفترة كانت خيال علمي. طبعاً الراديو ما بيتجسس علينا، بس إذا نصدق شو عم بيقولوا لنا، لا بيتجسس علينا حالياً. دقيقتين بس بدي فوت، دقيقتين إذا في أكثر دقيقة زيادة، ثانك يو. بدي أقول هالفكرة أنا لوصل إنه وسائل التواصل الاجتماعي بتصبح المذياع العظيم. بتخلينا بشكل أو بآخر نخاف من نقاط ضعفنا. نحن بشر مجبولين، عنا نقاط ضعف، عنا مخاوف، عنا insecurities، بنغطي عليهم. نستعمل الفيسبوك، تدخل على الفيسبوك وتحط الصور اللي أنت بتعتبرها جزء من حياتك اللي لازم الآخرين يشوفوها. الآخرين اللي يشوفوا هالصور يبنوا على شيء مقتضى، يبنوا على هالصور بيبنوا فكرتهم عنك وعلى سعادتك. الدراسات أثبتت إنه الناس اللي بيدوروا على الفيسبوك، بيقعدوا كتير على الفيسبوك، خاصة تلاميذ المدارس والجامعات، بيقدروا إنه الآخرين أكثر سعادة منهم. ليش؟ مجرد ما يشوفوا صورهم على الفيسبوك. وهذا الشيء بيصير يشكل بآخر بشكل أو بآخر حالي من دائما بدي أكثر، بدي الآخرين يقبلوني، بدي أنا أكون مثلهم. بصير أنت بشكل أو بآخر تقدر علاقات الآخرين بطريقة مش موضوعية. لا أحد يملك ما يجوز بين الطرفين. اللي بيعرضوا الآخرين هو برايفت،
قصدي public يعني عام، اما البرايفت ما فيك تقدر تعرف عنه. بدي اوصل لهالحاله لنقول، لانه فيش وقت كثير، لانه في مجال للاسئله. اوكي اكيد. انا مثل ما قلت، نحن بطبيعتنا مجبولين على التواصل الاجتماعي. العلم اثبت حل لدراسات الاخرين انه العالم اللي بيقضوا وقت كثير مع اشخاص فيس تو فيس هن عالم بيعيشوا اكثر، هن عالم بيتعاملوا مع المرض وما بيمرضوا كثير، يعني الاميون سيستم جهاز المناعه اقوى عنده. نحن مجبولين انه يكون عندنا علاقات وتواصل مع الاخرين. الفيسبوك عم يحرمنا من هالشيء. ايضا الموت المبكر بيحمي منه اذا عندك اصدقاء، نحن هالشيء بنعرفه من زمان، بس حاليا الاصدقاء هن في العالم الافتراضي لا اكثر ولا اقل. من منظور علم النفس انا بدي انهيها مع انه في كثير اشياء فايته للاسف نظرا لعامل الوقت. نحن بدنا مفهوم للحب، مفهوم نفسي وعلمي حديث. بالنسبة لي بياخذ بعين الاعتبار ضعفنا وحاجتنا للتواصل والترابط بين بعضنا. أولا نصيحتي دائما بعطيها لبعض اللي بيجوا لعندي على العيادة والمستشفى، الحكي والتفكير بالأمور المادية من البداية لا يدمر أو يتعارض مع الحب، بل بالعكس من الضروري أنك تحكي مع الحبيب وتتفق معه من الأساس، هذا لا يتعارض مع الحب. ثانيا إدراكنا أنه نحن أشخاص مجبولين، عندنا كثير نقاط ضعف فلاد، يعني نحن في عندنا نقاط كثير من الضعف والإنسيكوريتي وعدم الأمان بيجعلنا نتقبل بعضنا بطريقة أهم، لأنه ساعتها نقدر نعرف أنه نحن مش كاملين، مش بيرفكت، لا زوجي ولا زوجتي كاملة. ثالثا وأخيرا أنه مش غلط نفكر بطريقة عقلانية بس نختار الشريك. إذا بدنا حياة مبنية على التفاهم علينا أن نعيد إعلاء قيمة العقل والاعتبارات العملية بالرغم من الاعتبارات العاطفية. هقدر انهي كلمتي عند هالحد نظرا لضيق الوقت، وشكرا. في عندنا مجال للأسئلة، إذا كان سؤال بس مش للمداخلات. فالسؤال، في عندي سؤال، كم أخذ التواصل الاجتماعي من الحب؟ الأستاذ الدكتور عبد الله الصالح. اختصار جديد. الحقيقة يعني علماء الاجتماع وعلماء النفس والباحثين بدأوا مؤخرا النظر إلى هذا الأمر. بالتأكيد تأثير وسائل التواصل الاجتماعي تأثير سلبي جدا، يعني أنت حاليا تنظر تدخل بالواقع بالحياة قبل وسائل التواصل الاجتماعي، بتاخذ ريسك، بتاخذ مخاطرة، تتحدث مع الآخرين، تتواصل مع الآخرين. الفيسبوك أضع على الشيء، وسائل التواصل الاجتماعي أيضا اللي هي التعارف أضل على الشيء أيضا، أكيد أخذت كثير منه. بالعكس أنا برأيي أنه أخذت كثير والآتي يعني أعظم. السؤال الثاني، هل تقترح تقنيات أو طرق معينة تساعد الجيل الشاب للحد من حالة الإدمان على شبكات التواصل؟ من الشاعرة هبة إسماعيل. الحقيقة يعني هذا موضوع كثير شائك، صعب كثير، لأنه مثل ما بلشت الإنترنت أو هذه الشبكات جزء كبير من حياتنا. يعني أنا بعرف أن بعض الآخرين ما بيتواصلوا مع بعضهم بقلب نفس المنزل إلا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. فإيه في طرق معينة عبر المدارس فيك أنت تشجع اللقاءات، وقبل في شغلة اسمها بيقول emotional intelligence وsocial intelligence. نحن بنركز بدراساتنا بالمدارس على تنمية الفكر intellectual، يعني العلم، الفكر العلمي والذكاء العلمي. تركيزنا على الذكاء العاطفي والاجتماعي بيلعب دور إنه يخلي جيل جديد انه يبلش يعرف قيمة التواصل والترابط من بعضه. في love is different than obsession or addiction. هذا مش سؤال، هذا سؤال ما فيش سؤال. في سؤال ولا سؤال انت تنتبه عندنا نفس الاختصاص. اكيد لا. كون الحب بيشبه بحاله الادمان والاوبسيشن، يعني من الناحيه البيولوجيه
ما بيعني انه هو مش حاله حقيقيه. انا لما قلت بيشبهه قلت لانه العلم بلش ينظر له بطريقه يعني وجهنا المجهر عليه. طبعا بمكان ما الحب هو تجربه انسانيه، مثل ما قلت انا فوق هاللايرز هالطبقات البيولوجيه في الطبقات الاجتماعيه والانسانيه اللي هي خاصه بس بالانسان. والحب اذا بني على 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 اسس مضبوطه ممكن يوصل لشيء اهم واعمق من ال هذا كون الحب بيشبههم، يعني مش يعني الحب هو باثولوجي، كون الحب بيشبههم لانه بالنهايه حتى اللي درسوا اللي قالوا 40 سنه مع بعضهم المناطق الدماغ تبعهم اللي بتشتغل بس يقعدوا يحكوا مع بعضهم هي مناطق ما لها علاقه بالحب البدائي، الحب اللي هو بالبدايه، بس هي لها علاقه بالفاميلياريتي ونحن بنسميها بالعربي يعني عشره. هذا الشيء كثير مهم. فبتروح طبعا الانسان ما في ضله عايش بحاله دائما من الرغبة بالحبيب ولا بيموت مثل أي إدمان تاني. السؤال الأخير، يبدأ الحب متوهجا، يمكن حكيت عنه حضرتك هلا، يبدأ الحب متوهجا، اتصالات يومية والأخرية، وبعدين يبدأ بالإهمال والقرب. فشو رأيك يا سيدي؟ أكيد في شيء دواء بالصيدلية ممكن؟ ما في دواء. الدواء الوحيد إنه أنا انتقدت اليوم بآخر كلمة الحركة الرومانطقية، لا مش بدي أقلل من قيمة الرومانسية بالحب، بس أنا بدي أقول لأنه إعلاء العاطفة والمشاعر حول العقل وحول إنه نحن نحكي مع بعضنا ببدايات العلاقة ونفهم بعضنا ونقبل ضعفنا طبعا في دواء، هو إنك تعرف إنه الآخرين غير كاملين وإنه ما في شيء اسمه سول ميت.